يظل الفن ضمير الأمة وذاكرتها، كما يعمل على التصدي لما يعتري المجتمع من سلبيات خاصة ما يمس هويته. كان للفن دور كبير في مؤازرة الشعب المصري في ثورة 30 من يونيو، وكذلك كشف وفضح جرائم التنظيم الإرهابي للإخوان. كان الفن ولا زال يقود الضمير الجمعي للمجتمعات ويؤثر فيها بشكل أسرع وأعمق، ولعله أول من التفت لخطر الإخوان وتنبأ بخطورة فكرهم المتطرف والمناهض لوحدة الأوطان والداعي لرفع السلاح في وجه كل من يخالفهم. فلم يسلم منهم الفنانون والمثقفون الذين عرضوا فكرهم الظلامي ودعواتهم للعنف، وقاوموا بفنهم وموهبتهم محاولة الجماعة لتغيير المجتمع وصبغه بصبغة واحدة ترفض التعددية وقبول الآخر. لم تكن مقاومة الإخوان على المستوى الثقافي والتنويري فقط، بل امتدت على المستوى الشعبي الرافض للعنف والمتمسك بقوام الدولة وهيبتها. فصار الفن مرآة لمجتمع رافض للأخوانة التي تحاول تفتيت فكرة الدولة لصالح جماعة ذات توجه سياسي عنيف يتخفى في ستار الدين، وهو ما رصدته أعمال فنية كثيرة، حيث كانت هناك أعمال فنية مواكبة للانحسار فترة حكمهم، ففضحت ممارستهم ودعواتهم للعنف ومحاولتهم لإخوانة الدولة لصالح جماعتهم، وعلى رأسها مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة، والذي ألقى الضوء على تضحيات وفداء القوات المسلحة والشرطة وما واجهته الدولة من عنف وإرهاب برعاية حكم الإخوان، وفضح المسلسل جرائمهم بحق الدولة والشعب. انتوا خربتوا البلد، خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما كانت ضايعه بافكاركم السودا ومؤامراتكم. وبعدين انت جاي تهدد قائد جيش مصر بشويه ارهابيين؟ انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش لا هشيله من في وش الارض. احنا قلنا ان التاريخ ما نسيبوش لحد، والله 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 احنا كنا حريصين على ان احنا لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة. كما ظهرت مسلسلات ترصد أعمالهم الإرهابية في مصر والدول العربية، مثل مسلسل بطلوع الروح، والذي رصد ما فعلوه بالدول التي حاولوا فرض سيطرتهم الفكرية عليها، ومسلسل الداعية، والذي كشف أيضا محاولتهم المستميتة للسيطرة على الإعلام لتضليل الشعب، ومسلسل اسم مؤقت، بالإضافة لمسلسل أستاذ ورئيس قسم. ولم تكن المقاومة بالقوة الناعمة متوقفة على الأعمال والمواد الفنية فحسب، وإنما امتدت للشارع الذي كان يغلي بسبب عنف الإخوان والتحمت به، حيث شارك الفنانون في صنع الأحداث. فجاء اعتصام وزارة الثقافة الذي تابعته كاميرا عالمية وقنوات كبيرة، رصدت الثورة البيضاء ضد الإخوان، وشارك في الاعتصام قامة فنية وأدبية كبيرة شكلت وجد المصريين لعقود طويلة، رفضت تغيير الهوية المصرية وأخوانة الدولة، ليثبت الفن المصري والمبدعون المصريون أنهم في صفوف المواجهة الأولى للتصدي لكل ما يهدد أمن مصر وسلامتها.